ماني باكياو أيقونة الملاكمة أعلن اعتزاله الرياضة إثر فوزه الأخير على تيموثي برادلي على حلبة MGM في لاس فيغاس بعد هزيمته المدوية السنة الماضية أمام فلويد ماي ويذر جونيور، وهي الهزيمة الأولى له في سجله. عاد ماني باكياو منذ أيام إلى الحلبة من جديد لينازل الملاكم تيموثي برادلي، وبعد 12 جولة كاملة أسقط خلالها برادلي مرتين في الجولتين 7 و 9، حقق ماني باكياو الفوز بالنقاط بإجماع الحكام. باكياو الملاكم المخضرم يبلغ من العمر 37 عاماً، أمضى منها 21 عاماً في ممارسة الملاكمة التي بدأها في سن 14، وفي مخططه الآن دخول عالم السياسة والترشح لنيل عضوية في مجلس الشيوخ في الفلبين، حيث صرح بأنه يريد أن يركز الآن على خدمة أبناء وطنه الأصلي الفلبين. وقد كان باكياو يؤكد في المرتين الأوليين اللتين تكرر إلقاء نفس السؤال عليه في تصريح قصير إثر فوزه هل هذا هو قراره الأخير بالاعتزال؟ فيجيب بأن ذلك هو فعلاً قراره الأخير وأنه التزم لعائلته بالعودة إلى الوطن بعد مقابلته مع برادلي والاعتزال، وذلك من أجل خدمة أبناء بلده. غير أنه في المرة الثالثة وفي الندوة الصحفية التي عقبت المقابلة وفي تدقيق الصحفي حين قال هل إنك بذلك لن تعود أبداً إلى الملاكمة في المستقبل؟ فضل ماني باكياو أن يمنح بصيصاً من الأمل للمعجبين به وقال في الوقت الحاضر هذا هو قراري الاعتزال، لكنني لا أقدر أن أقول أنني لن أعود أبداً إلى الملاكمة. قبل إعلان باكياو جاء إعلان فلويد ماي ويذر الذي لم يعرف الهزيمة طوال حياته بأنه قرر الاعتزال بعد 49 مقابلة أنهاها كلها بالفوز ومن دون أي هزيمة. الآن وبعد اعتزال كل من باكياو وماي ويذر، سألنا خبيرينا ريو الطائي وعلي مقداد كيف يريان مستقبل الملاكمة من دون هذين النجمين الكبيرين. للأسف بعد اعتزال باكياو واعتزال ماي ويذر أعتقد رياضة الملاكمة راح تكون في هبوط. إذا أضيف إليها أنه الأسماء اللامعة لما راح اعتزلت مثل مايك تايسون، محمد علي، جورج فورمان، فريجر لما أسكو ديلاهويا راح، برنس نسيم اعتزل، وهي الأسماء خلت في هناك مثل رغبة بمشاهدة المقاتلين. لو تضيف إليه وجود فنون القتال المختلطة كبديل موجود حالياً لرياضة الملاكمة، راح تلاحظ أنه صراحة رياضة الملاكمة في هبوط، في هبوط سريع حتى. يعني آخر مرة لما شفت باكياو قاعد يقاتل ماي ويذر قلت ليش ما يأخذوا على الأرض، ليش ما ينزلوا على الأرض؟ طيب، وهذا أنا واحد يحب رياضة الملاكمة، للأسف الكاريزما الشخصية قاعد تفتقد في رياضة الملاكمة وموجود أكثر من عدها في رياضة فنون القتال المختلطة. لذلك أعتقد إحنا في، أنا أتمنى على فكرة رياضة الملاكمة تستمر بوجود شخصيات جديدة، ولكن للأسف بوجود بديل أساسي وبوجود حاضر حاليا هو فنون القتال المختلطة راح تكون رياضة الملاكمة في هبوط. أنا بتوقع الملاكمة منا ميتة بس خف الاهتمام بكل شيء بحياة تطلع وبتنزل. شفنا بالفنون القاتلين المختلطة نفس الشيء، بعد اللي اجوا مقاتلين مثل كونر ماكغريغور وروندا راوزي وجون جونز وطلعوا الرياضة، طوروا الرياضة وخلينا نحن نستمتع بهالرياضة، ونفس الشيء بالبوكسينج. بوكسينج هلا نزلت لأن باكياو تقاعد من الرياضة وميوذر قاعد من الرياضة. عم نشوف ستارز مثل تريبل جي، عم نشوف ستارز مثل تايسون فيوري بوزن الثقيل عم بيحاولوا يطوروا أو يجيبوا السبورت الملاكمة للتاني درجة إذا فينا نقول. أتوقع رح نشوف ماي ويذر وباكياو 2 the rematch. أتوقع في كتير مصاري بها المباراة، ورح نشوفها بمدينة مانيلا أو دبي. أتوقع رح تكون شيء كتير ممتع لرياضة الملاكمة، وخلينا نشوف. بس رياضة الملاكمة أكيد منا ميتة.